بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. انا فاكر اني كتبت بعد ماتش واتفورد وارسنال، ارسنال كسب فيه 1-0، ان كل حاجه في ارسنال بتتطور ما عدا اوباميانج. اوباميانج محتاج ان هو يقعد دكه. شوف يا اخي، كنت بتكلم ماتش واتفورد ان اوباميانج محتاج يقعد دكه علشان خاطر نوصل النهارده لماتش نيوكاسل، ويبقى برضه طلبنا ان اوباميانج يقعد دكه علشان خاطر ما ينفعش تلعب مانشستر يونايتد وتعتمد على المرتدات طبعا وتلعب اوباميانج، وما ينفعش تلعب قدام ايفرتون وتعتمد على اوباميانج. اوباميانج النهارده كانت فرصته الاخيره، يعني مفترض ان اوباميانج النهارده يريح شويه، لان اوباميانج الفرصه اللي ضيعها وباميانج ان هو اقل لعيب لمس كورات في الشوط الاول. الموضوع واضح ان باميانج ضايع تماما. رتم اول ربع ساعه بيقول ان الفرقه محتاجه شغل، الفرقه محتاجه شغل، محتاجه شغل. موضوع توماسيو، موضوع نونو مينديز، رغم ان توماسيو النهارده مان اوف ذا ماتش، بس انت محتاج تنوع. مش كل باك بيعرف يدافع، بس تقرر انك تلعب بيه جيم هجومي. يعني نونو مينديز وتوماسيو مفترض ان هم بيتميزوا بالصلابه الدفاعيه، ازاي تلعب بيهم مباراه مفترض انك محتاج تفتح الاطراف، مفترض انك محتاج بيبي النهارده. لا، سبب التشكيل اللي هو ايه يا معلم، انت كنت قاعد جنب بيبي بتتعلم ايه بقالك 3 سنين؟ ده بيبي اساسا ما بيلعبش 3 ماتشات بتشكيل واحد، فانت كل فكره بتنجح بتكمل بنفس الافراد هم ما بتلعبش في اي حاجه. كويس، تمام، بس فين شغلك يا معلم؟ اشتغل وابتكر يا معلم. يا معلم واضح ان في شويه تغييرات انت محتاج تعملهم في افكارك انت. اوديجارد مش هو اللي هيحل لك المشاكل في الشق الهجومي، وهو اللي هيقدر ان هو يخلق فرص للعيبه. مفترض ان اوديجارد وايميلي سميث راو بيلعبوا على طرف. يعني ايميلي سميث راو لما مشي كويس وكان بيسجل وكان بيجي من الطرف يخش على العمق وكان بيسجل، قال لك كويس، فكره حلوه، اللي هو نفس الحاجات التقليديه بتاعت مايكل ارتيتا. مشي بال 3-5-2 كمل بيها، مشي بال 3-4-3 كمل بيها، مشي بال 4-2-3-1 كمل بيها. ما بيحاولش يغير اي حاجه ولو وهو كسبان. يعني انت عامل نتائج كويسه، قرر بقى انك تبدا، قرر بقى انك ترجع لاكازيت مهاجم تاني. لا، كمل بنفس التشكيل. ملل غير طبيعي الشوط الاول، وطبعا هجماتك المرتده، وطبعا عندك مشاكل دفاعيه كتير. رامز ديل مخبيها، رامز ديل وتالقه مبين ان خط دفاع ارسنال بين وايت وجابرييل في ما بينهم التناسق، وكل ده بسبب رامز ديل. رامز ديل لو اغلب الكور اللي بتدور عليه بتتسجل هتلاقي في فضايح. بس ربك يستر بقى، يعني ربنا كرم بحارس كويس. خليه يا باشا، ما نتكلمش على مشاكلك الدفاعيه ولا نتكلم خلاص على افكارك الابداعيه. نتكلم على ايه؟ على نونو مينديز وهو بيبص بص عمياني لساكا، ساكا سجلها، يبقى ده اسيست ولا مش اسيست؟ يبقى مايكل عنده حق ان هو يبدا بيه ولا لا؟ طب توماسيو برده عمل اسيست لمارتينيلي، مارتينيلي يعني مارتينيلي اول ما نزل كان عنده حافز ان هو يسجل. طب ما في لعيبه ممكن تبدا بيها في الشق الهجومي افضل من اوبا اهو، امال انت مستمر على اوبا ليه؟ انت مستمر على اوبا ليه؟ يا جماعه هو مش انتقاد وخلاص، بس هي الفكره انك محتاج تشتغل. انت النهارده بتلاعب اضعف فرقه في الدوري وهو نيوكاسل. نيوكاسل ليه اضعف فرقه في الدوري؟ لان الناس شايفه في انجلترا ان هي لو فتحت صندوق الاستثمارات السعودي ان هو يجيب حقوق رعايه هيرخم عليهم وهيشتري لعيبه وهينافس على الدوري والكلام ده. فرابطه الانديه صوتت ضد نيوكاسل ان هو يبقى عليه حظر، الحظر لحد ديسمبر، لا الحظر لحد الانتقالات، لا الحظر لحد ما تهبطوا، بيرخموا عليهم بطريقه غريبه جدا عشان خاطر ما يجيبوش صفقات. راحوا جابوا ايدي هاو، ايدي هاو من الناس اللي مفترض ان هي بتحب الكره الهجوميه، بس ايدي هاو قعدت البيت غيرته، موضوع ان احنا نلعب كره هجوميه ونفتح ماتشات ده، ننزل النهارده ندافع ونلعب على المرتدات. كان بها لبسنا جون نفتح، لبسنا الثاني نفتح. ايدي هاو لبس الاول ولبس الثاني وبعدها قرر ان هو يفتح الجيم. كان خلص الماتش ارسنال، خلصه، وكانت الدنيا بالنسبه لارسنال مرتاحه. ارسنال كويس؟ طبعا كويس جدا. ارتيتا بنى فرقه محترمه؟ طبعا فرقه محترمه جدا ونديله عليها احلى شغل. بس هل الفرقه محتاجه تطوير؟ طبعا الفرقه محتاجه تطوير ومحتاجه شغل كتير. هل الفرقه محتاجه تغيير في العناصر؟ طبعا محتاجه، كل ده شغل مدرب، واتمنى ان ارتيتا يعمل الحاجات دي وما يكملش على استمرار الافكار بتاعته اللي انا قاعد بكلمك بقى 4 دقايق. علشان كده عزيزي نيجي لحد هنا ونقول لك ان عجبك هذا الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك صديقي، اعتبر انك بتشاهد مايكل ارتيتا عبقريه ارتيتا 180 دقيقه جت على 4 دقايق بتاع خوك دي. عيب عليك والله، عيب عليك.